الفرد الحر دين فك القيد فين؟ كابتن ادم كمل. لا انا الحقيقه والتجربه دي شفناها قبل كده. انا شايف قبل ما الزمالك يدور على صفقات يجيبها سواء كان بقى من الفرقه الثانيه من الدرجه الثانيه زي ما بنشوف على السوشيال ميديا والكلام ده، الاول يدور على الناشئين، يدور على لعيبه ناشئين اللي هم 2003، لان عندك لعيبه كويسين جدا 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 في 2003 و2005 كويسين جدا ومؤهلين ومهيئين ان هم يلعبوا. يعني زي ما بتكلم على اوباما وفي لعيبه كتير جدا منهم انت، منهم شيكابالا، منهم كتير من اللعيبه، منهم انا كتير من اللعيبه، مجرد ما يطلع واحد عنده 17 18 سنه بياخد شخصيه النادي. فانت بدل ما تدور على صفقات وتقول ان انا اجيب صفقات عشان الامور الاعلاميه، صدقني الاول دور على اللعيبه بتاعتك، هتلاقي 5 6 7 لعيبه كويسين جدا جدا جدا. عشان انا بتكلم على 2003 عشان اعرفهم، لان كان نفس الجيل بتاع احمد. فعندك 5 6 لعيبه كويسين جدا 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 جدا، الاول خدهم شوفهم، وبعد كده شوف لو انت عايز حد من بره هات حد من بره. ده رايي. هو كابتن يعني طبعا الجمهور وانا ده رايي، يعني انا رايي زي راي الجمهور. الزمالك محتاج يفك قيد، لان الزمالك محتاج على الاقل على الاقل 3 لعيبه يعملوا له ابجريد. انت النهارده عايز تفوز بكواليتي، يعلي لك الكواليتي. يبقى ما تجرب، انا قصدي تاكيدا لكلامك انت تجيب كواليتي. لا كواليتي هات. لا لا مش كواليتي ما تجيبش. ايوه كواليتي ده اللي بتكلم كواليتي. يعني انا مش عايز اقول مركز عشان ما لا 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 كواليتي. الزمالك محتاج 3 لعيبه دوليين، صح؟ 3 لعيبه جامدين يعملوا حته اللي هو خلاص يبقى الزمالك عنده مع اللعيبه اللي موجوده مع الفكره اللي حضرتك بتقولها ان لازم يعني شوف الاول عندك. انا عايز اقول لك كابتن نادر، بس انا دخلت قريت قرايه كبيره جدا ازاي الفوتبول دايركتورز بيشتغلوا. عارف بيعملوا ايه يا دودار؟ بياخدوا كل مركز كانه بروجكت منفصل. تمام. مشروع منفصل. يعني ايه مثلا؟ تمام. انا مثلا عندي مثلا خلينا نقول مثلا لعيب نمره 6 في الناشئين كويس جدا اسمه محمد السيد. تمام. اول حاجه لازم اوديه عقد طبعا. تمام. مضى عقد. طيب الولد ده محتاج قد ايه ان هو يلعب درجه اولى؟ اعمل له تقييم. يعني اخدت مشروع اللي هو بتاع نمره 6 ده. تمام. الولد ده محتاج ان هو يقدر يلعب درجه اولى من اول بدايه الموسم الجديد. تمام. من دلوقتي لازم امرنه مع الفريق الاول، لازم اديله شغل معين، اكمل له المحطه عشان اجهزه ان هو يبقى لعيب فريق اول. صح. يبقى بقى ايه، ما ينفعش اجيب له لعيب نمره 6 تاني غير دونجا يعمل له بلوك. بالظبط. لا ده هو لازم يطلع. صح. يبقى هو زي ما هيكسب بيعمله. انت عارف الباك ليفت، انا مثلا عندي باك ليفت كويس جدا بس ما يقدرش يلعب دلوقتي، يقدر يلعب بعد سنه ونص. بالزبط. يبقى انا بجهزه 6 شهور، يبقى اجيب واحد مؤقت. بالظبط. صح صح صح. كل الجول كيبر. صح. انا عندي احمد نادر السيد مثلا ممكن يبقى مثلا موجود او نبعد موجود. طب النهارده اجيب جول كيبر يعمل له بلوك ليه؟ صح مظبوط. عمرك ما تلاقي الانديه الكبيره بيعملوا بلوك اللعيب طالع كويس مؤقت. انت بتجيب لعيب مؤقت بس. لا. لا انا قصدي بيبقى في لعيب بيلعب في المكان ده في 6 او في 8 او في 10 ايا كان المكان، بتجيبه مؤقت بس فقط لا غير، لغايه ما التاني يقف على رجليه كويس جدا وبعد كده ياخد وهكذا. فرير لما طلع يوسف اسامه نبي وكمل وسفر وجعفر وكانت وكان سيد نيمار وحسام عبد المجيد. اصل انا شايف الحقيقه، شايف الحياه دودار يعني، والحقيقه ممكن ده مقصود او غير مقصود ما اعرفش، ان بعض الناس بتروج لبعض اللعيبه اللي ممكن يكونوا في الدرجه الثانيه، ممكن يكونوا لعيبه كويسين انما مش زي مالك ما يلعبوش زمالك. فانا عشان كده بقول انك بدل ما تدور على كلام، صدقني يا كابتن نادر معظمه كلامه وكلام، بس خد بالك كابتن بعض الاوقات بتتاثر بيه بعض المسؤولين، مش على الزمالك بس بتكلم بشكل عام، بعض المسؤولين بيتاثروا بالسوشيال ميديا للاسف الشديد. فانا اللي انا بتكلم فيه عشان لازم احط 100 خط تحتيه، في لعيبه كويسين جدا كواليتي كويس جدا جدا في الزمالك. يعني على سبيل المثال انت بتتكلم على نص ملعب مدافع، في ولد اسمه طارق علاء مثلا في منتخب الشباب، الولد ده لعيب كويس جدا، ما اعرفش كان اعاره سموحه اعتقد ورجع تاني. مشكله في القيد يعني المهم. فانا قصدي فيه الاول كواليتي لعيبه كويسين في المحل على فكره. مع احمد اصلا هو كابتن برضو. يعني بالظبط تكمله لكلامك كابتن برضو، هو مين رئيس قطاع نادي الزمالك؟ انا ما اعرفش الرئيس قطاع الناشئين. والله كابتن اسماعيل اعتذر يعني، هو دي من ضمن الحاجات اللي الكابتن نادر بيتكلم فيها، ان نبص على الناشئين. طب ما هو لازم يحصل اعاده هيكله لقطاع الناشئين. النهارده لما الجمهور يندى على الـ على الـ على الـ على فك القيد، ومجلس الاداره وعد بالكلام ده. وعد بالكلام ده. فلو جه شهر هو الحقيقه الناس بتحل المشكله يعني برضو، عشان الناس انا بقول قلت الكلام ده، الناس بتسعى ان هي تحل المشكله. لكن فك القيد ما اصبحش رفاهيه في رايي. النهارده الزمالك عايز ينافس على كل البطولات. صح. السنه دي لازم الزمالك يفك القيد وتبقى دي اولوياته، لازم يبص على قطاع الناشئين يطور اللعيبه، بس الزمالك محتاج 3 لعيبه سوبر. صح. عشان يقدر ان هو يبقى عنده حلول مختلفه غير اللي احنا شفناه النهارده. بس انا عندي حاجه صغيره،
انا لو انا مسؤول مع احترام الكاميرا ما اعرفش ما اعرفش الامور الداخليه بس انا لو انا عندي بادجت معين وعندي فلوس معينه الفلوس دي وعندي لعيبه ليها مستحقات من اللعيبه الموجودين حاليا دلوقتي الاولى بالنسبه لي ان انا اطلع ناشئين وان انا ادي فلوس للعيبه اللي موجودين عندي فبالتالي بعمل استقرار في الفريق حتى لو ما كانش عندي كواليتي دلوقتي ده رايي شخصي اللعيبه انما اللعيبه امبارح اول امبارح خدوا جزء كبير جدا من مستحقاتهم تمام ليه ما نمشيش في لا لا انا 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 ما اعرفش البادجت كام ما اعرفش الميزانيه ايه ما اعرفش الفلوس في فلوس اوريدي تفك القيد وانك انت تتعاقد مع لعيبه جديده وانك انت تدي فلوس بس انا بتكلم على الاولويات الاولويات ان انا ادي فلوس للعيبه اللي موجودين عندي والسكواد مش وحش مع وجود لعيبه كواليتي زي شيكابالا زي زيزو زي الوينش ان شاء الله راجع طبعا كل لعيبه في كواليتي لعيبه كويسين جدا ابني عليهم فرقه تكمل بيها الموسم صح. لو انا عندي الاكسترا او الفلوس الاكتر افك القيد واتعاقد مع لعبه تانية لان مش عايز اعمل احل مشكله بمشكله تانية ده رايي لكن على بس في 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 يا كابتن يعني ايه كويس نعم نتناقش في النقطه دي الزمالك عنده مشاكل لو النهارده الزمالك متمسك بقراره وان ان 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 صبحي معروض للبيع تمام. صح ومفكش القيد عنده مشكلة في حراسة المرمى لو عواد لا قدر الله حصل له حاجة انت عندك الولاد التانيين اللي موجودين المقيدين فعليا ولاد صغيرة مميزة خبراتهم قليلة مثلا فانت هتعمل ايه مثلا يعني لو في موقف زي ده وانت بتنافس على الكونفدرالية وتلعب ماتشات كبيرة السلام عليكم أنا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجنا قهوة الخواجة دايما بنقول بتشجع كورة ولا بتشجع نادي أكيد بتشجع كورة ضيفنا النهاردة الكابتن أحمد حسام ميدو ومعاه الكابتن نادر السيد وكمان أحمد دويدار بيكلموا في كل واحد بيقول وجهة نظره من بره الصندوق ليه بنقول من بره الصندوق لأن جوه التفاصيل في مجلس إدارة نادي الزمالك القصة كلها أمور مادية بحتة انت بتتكلم في فلوس طيب لو الفلوس دي مش مقضية ان انت تفوق القيد وتجيب لعيبة سوبر وتقبض اللعيبة فالكابتن نادر بيقول الناشئين فيهم عناصر كويسة لما الزمالك من سنتين توجه الى الناشئين طلع لعيبة كويسة عندك سيد نمار لعيب كويس لو انت هتعاقد معاه هتعاقد معاه بمبلغ حسام عبد المجيد لو انت هتعاقد معاه هتعاقد معاه بمبلغ ومحمد طارق وحاتم سكر و و و طيب الكلام ده جميل جدا بس في وقت اللي هي كيف تدير الازمات الزمالك طلع 20% من مستحقات اللعيبه من الموسم الماضي ده يعتبر صفر الموسم الماضي طيب اللي انت عايز تتكلم فيه ان اولا الجمهور بيطالب بفك القيد فك القيد دلوقتي انت بتتكلم في $1.5 مليون لسبورتنج لشبونه ده ليه الأولوية ولا تدي لعيبتك اللي عندك ليه أولوية ولا تجيب صفقات سوبر صفقات منتخبات أولوية كيف تدير الأزمات هي دي الأولوية لأن مجلس إدارة نادي الزمالك قبل ما يخش الانتخابات عنده علم بكل الكلام ده طب عنده علم بكل الكلام ده الناس بتتحرك الناس خلوا رفعوا يعني الزمالك دلوقتي بيقدر يتعامل مع معاملات بنكية يقدر يدي شيكات يقدر يصبر على شيكات دي ما كانتش موجودة في نادي الزمالك صرف آخر 20% للعيبة نادي الزمالك من الموسم الماضي ده كويس نادي مجلس الإدارة شغال لكن كلها أفكار الأفكار اللي انت عايز تطرحها على مجلس الإدارة أولا الناشئين مش هتكلفك شيء كون ان انت هتجيب 3-4 ناشئين كويسين وعندهم الفتنس والخبرة ان هم يشتغلوا كويس في الفريق الأول أو الفلسطين زي ما احنا ما بنقول ده كلام جميل جدا لأن الكلام أولا مش هيكلفك حاجة وثانيا اللي هيعيب اللي هيطور من أدائه هيفرق معاك ماديا ان انت استفدت ثانيا أولا رفع ووقف القيد ولعيبة سوبر الزمالك بيتكلم في كارت في 100 مليون تمام مشكلة كهرباء نشوف أسرع حل ليها إيه لأن نادي الزمالك لازم أدرك كبار كده لازم نادي الزمالك ينافس على البطولات وأسمع رأيك في الكومنتات ورب الحلقة يكون عجبكم دايما كل جديد على قهوة الخواجة تحياتي أحمد الخواجة